الله، لا يا درباس لا، انت لازم تكون في ثقتك عاليه يا درباس. درباس درباس، انت امهر القناصين والفاشلين طلقه، واللي ما يتسمى هذا بارود. انا يا ربي وين الاقيها، من طلقه ولا من بارود يا رب؟ والله العظيم اهز ثقتي في نفسي. وين ذا النكبه؟ وينه وينه؟ يقول عنده خطط امس وذا، انا بشوف نهايتها مع هذول الاثنين. هلا يا وجه. اهلا اهلا، انا جيت. اهلا، جيت الحين؟ جيت؟ ايوه جيت. وبعد جيت سؤال بالضبط، وش جابك؟ وش جابني؟ ايه جابني اكمل الخطه اللي انت فشلت فيها انت وخويك هذا طلقه. خطه؟ انا جاي عشان الخطه اللي جاي فيها. انت فاشل وفشلت في الخطه. الحين سؤال، ها جاوبني، ها وين البيضه؟ عرفت مكانها؟ ما عرفت يا اخي. يا اخي انا ايش عرفني ان لبيب هذا ذكي بالدرجه هذه؟ ايه لازم تعرف، انا تعبت وحاربت واجتهدت لين دمرت هذا لبيب. انت تحسب اني انا الحين يوم دمرت وقضيت على لبيب اقول بس يلا بس، اذا انت قلت على لبيب انا اللي اقول بس. اسمعني اسمع، انت لو انك دمرت لبيب ايوه كان اخذت البيض الحين، مو قاعد قدامي انا تقول لي فاشل ومو فاشل. الحق مو بعلي. ها على مين؟ على الطلقه. طلقه مين يا ابوي؟ طلقه هذا فاشل. ودائما الخطط يوم خلاص احنا نبدا مرحله نوصل لين ها النهايه وفشلها. الحين فاشل انت ولا وخربها. انا ابو الخطط. واسمع، ها خلينا من السوالي في الماضي، خلينا في الحاضر. يلا يا ابو الحاضر، والان تقول لي انت فشلت ابو الحاضر. يلا وانا فشلت وما ادري ايش. اسمع الخطه، قول سامع، قول سامع. سامع ارميك بالكوب الحين، اصنك بالكوب الحين. قول سامع. سامع. عندما يتحدث درباس يصمت العالم كله. نعم. اي هذه حلقة جديدة هذه. اي هذه حلقة ضحكت الحين يا فاشل. عندما يتحدث درباس يسكت العالم كله. ضحكت الحين. خسارة خسارة الكاس في وجهك يا فاشل. فاشل الفاشل ورا اللي قاعد في الغابة 4 شهور ولا يعرف مكان البيضة. حبيبي اسمع، ها هذه 4 شهور ايوه حلقات موقع عليها عقد لازم تستمر. بالله عليك لا تنكبني. ولا كان خلصتها من اول يوم. والله نعم يا اخي، انت واضح عليك من يوم جيت وتقطع الارزاق. وش تبغى تخلص البرنامج؟ مستأسين مستأسين، حتى مصوري خلوا تقطع ارزاقهم معنا. مستأسين امورنا زين، خلوا يشتغلون يا اخي. يلا اسمع، عطني خطه الان. انكسر في الكلام، انا ما احب الكلام الكثير، ما احب الدوشه. اسمع، ها قول اسمع. اسمع. اي نعم، وافرش ذراعيك بسرعه، تنفس علي. ايوه تنفس علي. استرخي. ها تنفس عليك تطير. استرخي. اي انتبه، ايه لا تتنفس علي، الجهه الثانيه. الجهه الثانيه كذا. اي لان باقي ورانا برنامج. يلا ها كمل. اسمع، ها الخطه كالتالي. يلا عطى خطتك يا ابو الخطط انت. تستمر على الخطه الاولى وتعمل نفسك انك صديقهم. حلو. تمشي الموضوع عادي. جميل. انك صديقهم وتقول انك تكره درباس، وانك صديق البيئه وتكره العالم. صديق لبيب انا كذا الامور هذه. حلو اوكي. طب هذه خطه. وشوي شوي 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 ونجيب الاربع الكلمات اللي حطها العالم جديد. بس ونجيب البيضه انت تجيبها. ايوه وتعطيني اياها. ايوه وانت تروح للاخطبوط تقول انا جبت البيضه. طبعا طبعا يا اكيد، انا اخطط واتعب. تجي انت في السهوله تقول
أنا اللي يعطيك البيضة يا سيد الخطط. يا حبيبي إيش تخططوا؟ إيش تخططوا؟ إيش تتعب؟ هذا خطتي أنا، هذا خطتي أنا، أنا اللي حاخذ الخطة هذه. أنا هذا نصيبي وقدري عند الله سبحانه وتعالى. أيوة. إن الله بلاني باثنين في قمة الذكاء الغباء. والله ما أدري الله ابتلى مين بالضبط، لكن يلا. أسمع. عين. ها. خلنا الحين. ها. ركزت ولا لا؟ ركزت. الخطة. بس شوف أبغى منك مساعدة. أطلب. أنا أحياناً أنسى ما أتذكر. تنساش. إذا قالوا كلمة من الكلمات الأربعة. أيوة. أبغاك تتذكر معي. أسمع. أبغاك تحفظ. معاك أنا. كفو. أهم شيء أنت الحين. ها. تعال. ها. أنا بجيك. تعال. قول 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 قول. شوف. أهم شيء أهم شيء لا يسمع. يخلي من الاحترام. وين ال يعني واحد جاء وريس وهيبة. عالم. وزي درباز كذا. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالعالم. إيه؟ الكبير. إيه؟ والمخطط الخطير. نعم. إيه؟ درباس. إيه؟ اللي يقدح من الراس. اي نعم. اقوى الناس. نعم. إيه؟ انت كذا بطل حبيبي. بعدين يا اخي مره ثانيه تحسسني اني انا مره طايح في الارض. خليك واقف. خلي واقف. ترى الامور سهله. انت كذا واقف. اي واقف انا. طيب ايش رايك انا واقف ولا جالس؟ لا واقف. والله انك ما تدري انا جالس انا. اصمت. ها ها. اينما كنت فانا في المقدمه. انا درباس. دربان. نعم. امهر القناصين. الله. وغض طرفي. ايوه. وغض طرفي. ما بدلتي جارتي. أي بدلة؟ حتى يواري. الله. جارتي مهواها. الله الله الله. إيش الجمال الله هذا. الله. أنت الآن عالم ولا قناص ولا شاعر ولا يا أخي ما شاء الله يا أخي أنت يا أخي. عين الله عليك. عين الله عليك. الحين حتى العلم يفيض مني فيضا. الله. وحتى الله. العلم حتى العلم يطلب مني علما. الله الله. نعم الله. نعم. لله درك يا أبا الله. وطرقت الباب. أيوة. حتى كلمتني. الله. فلما كلمتني كلمتني. الله 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 الله. أنت مكانك مو هنا، أنت جيت هنا غلط. أنا عارف. أنت فرض تكون. أنا عارف. دكتور في جامعة، فرض تكون أستاذ. ما المهم. الحين سيبنا من الكلام هذا. أنا قاعد أمدحك الحين. أبي طيب خطة. تنفذها حرف بحرف. حلو. بحذافيرها. الحين أنا مين؟ أنت العدو حقي، العدو اللدود. أيوه. أيوه. أيوة. بس مو في الحقيقة. حد انا انتبه. اسمعني انا انت لا تخلط بهذه انا يمكن ازود عليك شويه بس انت تحمل انا ما عليك أيوة. وترى بيننا وبيننا اشارات اذا قلت لك كذا أيوة. معناها الامور تمام السلام عليك خلاص بس شوف بس لا تزودها ترى لازم في احترام طيب اي ولا والله اقطع رقبتك لا عم وصلت الدرجه هذه يعني. اي ايوه انا برضو عندي رموز اي وش ايش الرمز اللي عندك حلو هذه معناها الامور تمام أوكي. كذا واذا سو واذا زبتها سو عندي رمز ثاني ها وشو هذا ايش هذا معناه هذا الحين يعني زبتها اها زبت العيار طيب اذا زودتها يعني ما هي كذا سويتها طيب خلاص يلا خلاص خلاص تمام يلا تمام يلا يلا يلا, يلا 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 نستعين بالله يلا بسم الله انا الحين ايش اسوي ايش اسوي الا لازم لازم ايوه انا لقيت انا ليش الحين ما اني صديق للبيئه ليه ما اجيب ضيافه كذا لاصدقاء البيئه هذول؟ اصدقاء اللي مصيرهم يجي يوم ان شاء الله ونقضي عليهم يا رب ابي اجي لهم عصاير يا رب وضيافه يا رب وراح العب عليهم عشان اقدر اوصل للكلمات الاربعه وناخذ البيضه اسمع طارد يا طارد اضرب حسابي في الضيافه ما ينفع ما ينفع ما ينفع يقول لك احنا كذا اصحاب شوف شوف يا عالم درباس وين الذكاء حقك يا عالم درباس؟ هم اصدقاء البيئه ايوه مسوي انهم هم اصدقاء ويحبون الخير واحنا نفعل الخير ايوه ملك... انت سوي زيهم انك صديق انك تحب الخير خلاص تمام تمام اتفقنا بجيب الضيافه وبجي يلا والله هذول الحين واحد قاعد يضيفهم بايش يا اخي والله شوف انا هذا نكبه بس يا رب انه ينجح في هذه الخطه يا رب حتى تعود ثقتي الى نفسي أنا ثقتي بدأت تنهز من هذول الاثنين طلقة وبارود
افشل الفشلاء. والحق عليكم انتم يا الجمهور، وانتم يا الجمهور انا زعلان منكم. ليش ما تعلموني الخطه؟ ليش ما تعلموني الكلمات حق لبيب الاربعه؟ علموني. تكفوني تكفون تكفون اذا علمتوني، اذا قلتولي في الهاشتاج. هذا الهاشتاج موجود الحين في نهايه الشاشه، برنامج الصياد. اللي يعرف الاربع الكلمات له جائزه عندي. نعم جائزه خاصه. يلا يا رب يا رب يا رب. كيف العام بالباس؟ كيف بالله؟ كيف الشغل؟ والله والله عصاير. ما نمزح احنا، ما نمزح والله. انا وراهم وراهم لين نجيب الكلمات الاربعه. والله خطير. كيف تشتغل والله؟ ايه عجبك. انا عجبك 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 والله يا ابو ورود. انا شايفك ما شاء الله عليك. الحين سؤال انا بسالك. وبعدين وتكيت وعطف كاسات حلوه وذا. تعرف ليش؟ لازم اكسب قلوبهم، تغريهم لازم. ايوه. سؤال، احسن انا ولا طلقه؟ انت. بس شوف شوف شوف، ها اسمع، ها انا ما احكم على اول مره ثاني مره. لا يا حبيبي. ايوه لا، باقي الانسان ما قيمه مره مرتين، اقيمه اكثر من 20,000 مره. بنت البرنامج ما قيمت. هل تفهم ولا ما تفهم؟ بس انت الحين يعني جايب عصير بس. لا خلنا كم انت اشغلتني، خلنا جيب بقلاوه. يلا اشغلتني يا اخي. والله بدا والله برود. هذا شكله فاهم. هذا طلقه كان يجيب اكل وياكله. الله يطلقك. اوه كيف؟ لا 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 خذ لا 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 دوق بس دوق دوق. لا 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 بس اشتغل احنا حبيبي اشتغل. دهشتني بصراحه. وجايب لهم بعد. شوف الطبق بس، شوف الصحن، شوف الصحن. لا 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 جيب شوي. ما استنطق. ما تلذذت. يلا تلذذ بس لا تخلص عليهم. لا تلذذ عشان الخطه تمشي. عشان الخطه تمشي. بس وانت كفرت. تخلص الصحن كفرت. عشان كل ما شبعوا يرتاحوا اكثر، يرتاحوا من تجاهي وينبسطوا ويعطوني السر. انا قلت الجمهور اللي يعرف الاربع الكلمات ارسلها لي في الهاشتاج البرنامج الصياد في تويتر. له جائزه. جائزه؟ إيه؟ والله انت كفو. كيف بالله؟ والله انت كفو. طب اسمع، طب ايش الجائزه؟ ما عليك بس خبي القصه ولا باقي ما. طب اسمعني 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 يا جمهور، يا جمهور تكفون يا جمهور. احنا تعبانين. هذا 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 مسكين تعبان له 5 شهور، يبغى يجيب البيضه. خلصونا يا جمهور، اعطونا ساعدونا بالكلمات. هي 4 كلمات بس، ساعدونا. لو كل واحد اعطانا كلمه راح نجيبها. خلاص اكيد تعرفوها يا اخي. ارحمونا يا جمهور. تكفون بهاشتاج الصياد. تكفون. اسمع لا تكررها عشان يصدقون ذولا ويقولوا ويعطونا ال. خذ حذر. لا لا لا. أيه؟ ركزوا معانا. ايه ركزوا معانا. أيه؟ لازم يجيبوا كلمات الاربع، ساعدونا فيها. خلاص خلاص راحت. انت والله انت قطع الارزاق. انت بالبرنامج يخلص اليوم. بعد وين رايح؟ انا لازم اقنعهم اني صديق البيئه الوفي. شكلك انت جايب البقاله كلها. اصبر اصبر، عينك حتشوف. بعد عينك حتشوف وعينك حتشوف. الله الله. وش ذا؟ هذا اكيد سايح كيميائي. انت بتخرب الغابه انت. لا يا 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 عالم درباس، يا لا خليني اقطع لك عالم درباس. ها وش ذا؟ كيف سايح كيميائي وانا راح اصير صديق البيئه الحين؟ طيب وش ذا الخرطوم؟ وش ذا؟ هذه مويه اسقي فيها الشجر. ايوه انت مجنون. مجنون انت. انت تهتم في الشجر. عشان الخطه تمشي يا ليه؟ عشان الخطه تمشي. لا تلمس ولا لا تسقيها. كيف ما اسقيها؟ لا تسقيها. ترى اسمع لا تنفرزني. طب هم كذا تنفرزني. تنفرزني. هم كذا ما راح يطمنوا لين اسقي الشجر مويه ويعرفوا اني اعتني بالشجر. لا 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 لازم الخطه تمشي يا درباس. لازم تمشي الخطه يا درباس. اسمع اسمع اسمع، انا عندي حل. اذا شفتني وانا اسقي الشجر. ايوه غمض عيونك. جرب 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 جرب. شوف شوف غمض عيونك. غمض عيونك.
أمي وعيونك مصمت. لا لا يا أخي، يا أخي أنا مغمض وشايفك. كيف شايفني؟ كيف كيف؟ بالحس السابعة. المهم احنا لازم الخطة حقتها تنجح، لازم تنجح بأي طريقة. خلاص خلاص انا اليوم شوف احنا اداء، انا اليوم معاك ونشوف النهاية، نشوف نهايتها ايش. اي انا عارف، انا عارف ان نهايتها اليوم دمار ما فيه. انا عارف ان اليوم خلاص. جو 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 اسمع، انا اكرهك يا احلى جمال، انا اكرهك يا من امير اصدقاء البي. اهلا شاكي جميل. ايوه يا محلى جمالي يا من امير. ايوه اهلا اصدقاء البي. اهلا 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 بالصديق الجديد دكتور فريد. اهلا 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 درب دكتور فريد. ترى اكسر ظهري دكتور فريد. سن عليك سن عليك. اهلا باصدقاء البيئة. انا اليوم اصدقاء البيئة، خلوكم من المخرب هذا. أيه. انا اليوم جبت لكم ضيافة مخصصة معكم اصدقائي. الله اكبر. وجيت للغابة بدري جدا عشان اعتني بالاشجار واسقيها ماء. يعني انا وش قلت لكم من اول يا همام وحسان؟ قلت لكم هذا الانسان اضافة جميلة لاصدقاء البيئة. اكيد هذا ان شاء الله يكون بديل استاذ لبيب. اكيد لا هين استاذ لبيب ما حد يغطي مكانه، لكن بارود بارود يعني انسان مثابر محافظ على البيئة، انسان كريم صاحب معلومات. اسمه يخوف شوي. بارود بارود يعني هو شف بارود اسم غريب يخوف على شوية. لا بس حنا علينا في النهاية من الافعال. بارود ضد الاشرار. صحيح صحيح. غمض عيونك يا درباس، غمض عيونك. استريح استريح يا عالم درباس، غمض عيونك. الله يقهرك. الله يكرمك يا بارود. باقي 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 قدام، باقي قدام. غمض عيونك غمض عيونك غمض عيونك. خلاص تكرمني. الله خلاص خلاص. ايش فيك يا درباس؟ انتهينا خلاص يا اخي درباس. هذا درباس هذا عدو البيئة. درباس ايه درباس. وش فيك يا درباس؟ وين العالم درباس؟ اوهو فريد فريد لا تنسى نفسك، مو علشان جاء معك واحد صديق البيئة درباس درباس درباس. الناس مقابات، لا تنسى نفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ ودك تقول انت درباس مقامات لك درباس درباس. والله حلو. اسمع لا تنسى نفسك. العالم درباس. العالم نعم تفضل. اقنعني يا ايها العالم درباس. ايه واضف لي كذا معلومه من معلوماتك ايها العالم. وانا اربع شهور هنا وش قاعد اسوي؟ قاعد تفسد. وش قاعد اسوي اربع شهور هنا الحين؟ كلك تخريب. اي تخريب؟ وين الاضافه اللي قاعد تسويها؟ الجمهور عرف رمز الماء. اوهو انه الاتش اي او. الاتش وشو؟ الاتش تي او. الاتش تي او؟ نعم. تسمع زين ولا ما تسمع؟ الان رمز الماء الاتش تي او. نعم وعلمتم. والثاني الكرسي الكربون. كرسي الكربون تيوتو. تيوتو تو. نعم تيوتو. خلك على طرفك. نعم. وجارتك ازيل. اوه خلك عليها هذه. ذكرتني يا دكتور فريد. يا دكتور تعلم فريد تعلم. خليك من اشكال هذا دكتور فريد. تعلم فليس المرء يتعلم عالما، وليس الاخ العلم اقول كما هو جاهل. سديت نفسنا على امثالك الجاهلين. سديت نفسنا على هالضيافه الزينه. شكرا يا دكتور فريد. يا دكتور فريد ضيافه جميله يا دكتور فريد. انت كذا تحرجني يا دكتور فريد. انتم وش هالكرم اللي فيك يا اخي؟ انتم 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 اصدقائي اصدقاء البيئه. هذا هذا خاص لكم. هذا خاص لكم. خير ان شاء الله. عجيب والله. عادي عادي خلني كلمة خلني كلمة. بص وش اللي نكرم يا ابني؟ كله اللي نكرم. ايوه زين بالله يا ابو طارق. زين جبها. ايش هذا؟ لا زين زين بس مو مرة هذا. اشو شو شو اخر. اسمع اسمع مرة ثانية السطر. هذا ذكرته مصير من اصدقاء البيئة. خلوا دي خلوا لا خلوا 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 خلوا. دكتور فريد دكتور فريد ارجع مكانك. دكتور فريد دكتور فريد دكتور فريد. احنا كاصدقاء البيئة نحب الخير دائما. تعال يا درباس تعال. هو ايش اسمه عالم ولا ايش هذا؟ يا عالم درباس. لا 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 تنادي عالم. اسمع عليك
مو بدرباس اللي يجي. اه انت راح عارفين الوضع. الشيء يجي لين عندي. عارفين الوضع يا درباس. لا ما تبي تجي ما راح يجي. الشيء يجي لين عندي. ما راح يجي. انا اصدقاء البيئه استاذنكم اصدقاء البيئه. ابى اقدم له ضيافه. لو تسمحوا لي. لا لا. انتم يعني انتم اصدقاء البيئه وتحبون الكرم. نمزح معك يا بارود. حنا ناس نكرم الشخص. وش ما كان هذا الشخص. يا سلام. صديق، عدو، جاهل، عالم، كويس، سيء، نكرمه. والله دكتور فهد صفقه عليك. صفقه والله صفقه على الكلام هذا. طيب يعني دكتور فهد ترى ممكن مع حسن المعامله هذا يرق قلبه ويصير صديق للبيئة ويترك العداوات والعصافير والغجدان وهذه. اتمنى انا يا بارود هذا الشخص انا اكثر واحد اعرفه من اكثر من 10 سنوات كنا مع بعض في الجامعه. لا 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 هنا راس يابس. لا 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 ما في مخ. حجر يا دكتور فريد انت اساسا ما تعرف نفسك عشان تعرفني. انت لو تعرف نفسك ايوه كان عرفت اللي قدامك. هذا كلام كثير بالتعصب. وعرفت ان هذا عالم. هذا عالم من العلماء. اشرب عصير. نعم اشرب عصير. ترى اظن بارود ما يعرف. ترى احنا عندنا معلومه انه احنا احفاد حاتم الطائي. الحين سؤال احنا ماذا؟ عليك بالله سؤال. نعم صحيح. اي اللي تسولف هنا في واحد قاعد يسولف هنا ولا بطردكم من الحلقه الحين. لا تزودوها معي. شكلي باخذ العصير. الحين كيف اشرب العصير قدام الناس؟ طلعونا فاصل عشان اعرف اشرب براحتي العصير. ومرة ثانية أنا أتكلم. أصبر لا تطلع فاصل عندنا سالفة. طيب بنكملها لا تكلم. فاصل أصبر يا أخوي. فاصل وش كنت تقول أنت يا كابتن؟ أحفاد حاتم. أحفاد حاتم الطائي. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.